ولنقاش التداعيات الاقتصادية والبيئية والصحية لإحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبير والباحث الاقتصادي دكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور. دكتور صباح، هل تسمعني؟ نعم. أهلا بك، أنت معنا على الهواء مباشرة، وأبدأ معك من تحذيرات وصول جودة الهواء في بغداد إلى مستويات عالية من التلوث. ما حجم المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على هذه الأزمة البيئية؟ حقيقة الملوثات بالعالم بشكل عام ازدادت بشكل كبير جدا وانعكست على المتغير المناخي في العالم كله، ولكن بدأت كثيرا من دول العالم أن تتخذ إجراءات لتخفيض نسبة التلوث بكل أشكاله، سواء في الهواء أو التربة أو الماء. أما العراق حقيقة منذ الحرب العراقية الإيرانية ولغاية اليوم لا يمتلك برنامجا حقيقيا لتخفيض نسبة التلوث، خصوصا في الصناعة النفطية والصناعات بشكل عام وما تطرحه من ملوثات في المياه والتربة وكذلك أيضا في الهواء. وبما أن العراق حقيقة إنتاجه النفطي ازداد بشكل كبير جدا خلال العشرين سنة الماضية من 3.2 مليون 2003 إلى حاليا تقريبا 6 مليون برميل ينتج يوميا، ويتم عمليات حرق الغاز المصاحب في جميع حقول النفط العراقية والتي يقدر بحدود حوالي 18 مليار متر مكعب يتم عمليات حرقه. نعم. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا خصوصا في المدن المنتجة للنفط أو بغداد وما حولها. نعم. هذا الجانب لم تعالجه الحكومات السابقة، ولغاية اليوم لا يمتلك العراق برنامجا لتخفيض هذه النسبة. نعم. ينعكس هذا بالدرجة الأولى على المواطن وصحته، وكذلك أيضا على النباتات والأسماك والثروة الحيوانية وكل ما يمكن أن يكون موجود ضمن هذه البيئة الملوثة، إضافة إلى أن انعكاسه من الناحية الصحية يشكل لنا خطرا في زيادة نسبة السرطانات ومختلف أنواع أمراض الدم أو أمراض الجهاز التنفسي. نعم. بشكل واضح المعالم خصوصا في المناطق مثل البصرة والمناطق الجنوبية التي تنتج ما لا يقل عن 3 إلى 4 مليون برميل يوميا. نعم. في هذا السياق دكتور، نحو 50% من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط يحرق في الهواء كما ذكرت، ما الذي يمنع العراق من الاستثمار في هذا الغاز رغم استفادة معظم الدول النفطية من هذه الثروة؟ حقيقة لغاية الآن العراق لم ينتبه ويضع برنامجا حقيقيا لاستثمار الغاز، ليس فقط المصاحب وإنما الغاز الحر الموجود في باطن الأرض أيضا. والعراق يعتبر مرتبته 11 في الخزين الغازي الموجود والاحتياطي الموجود في الأرض العراقية. يعني يمتلك العراق غاز يستطيع استثماره كبديل للصناعات النفطية خصوصا والعالم يتجه إلى الطاقة النظيفة. لاحظ لكن ما زال لغاية الآن العراق لم يخطو خطوات حقيقية في هذا المجال، ولذلك نلاحظ عمليات الحرق لنسبة عالية من الغاز المصاحب يؤدي ذلك إلى زيادة نسب السرطانات، وهذا يؤكد وجود أعداد كبيرة جدا ونسبة عالية من الإصابات في المناطق الجنوبية، بينما المناطق البعيدة عن الحقول النفطية وعمليات الاستخراج النفطي تكون أقل نسبة في الإصابات من حيث التلوث. أكو جانب أيضا مهم جدا، زيادة التلوث هو في حالة التصحر التي صاحبت الفترة الزمنية منذ
تقريبا 2003 ولغاية الآن انخفضت المساحات الخضراء التي تعمل على تنقية خصوصا الهواء. هذا جانب مهم جدا في العامل البيئي لتخفيض حالة التلوث من الغازات المنبعثة، وبالدرجة الأساسية الغازات المصاحبة لعنصر الكبريت. نعم. يعني هذا يشكل إنه خطر عالي جدا، وكلنا ندرك أن زيادة المركبات بالعراق التي يتراوح في حدود حوالي 8 إلى 10 مليون مركبة تطلق لنا من التلوث والغازات دون وجود أي شكل من أشكال الرقابة الحقيقية والتابعة لخفض هذا التلوث في العراق. ولذلك نلاحظ تعتبر حاليا بغداد بالدرجة الأساسية لزيادة السكان وعدد المركبات الموجودة أدى إلى التلوث، وهذه عملية خطيرة جدا تتؤثر بشكل اقتصادي حيث يتطلب عمليات العلاج والاستيراد للأدوية وعمليات كثيرة تعقبها هذه الحالة من حالات زيادة نسبة التلوث بالعراق. دكتور، يقترح بعض خبراء الاقتصاد تخفيض الانتاج النفطي لتقليل تداعيات التلوث، كيف سينعكس ذلك على موازنة العام المقبل والعراق يعيش على هذا النفط، دولة من الدول الريعية؟ حقيقة من الصعب جدا على الدول الريعية أن تخفض انتاجها من النفط، حيث عانى العراق بشكل كبير جدا في بداية العام 2021 عندما اتخذت أوبك بلس تخفيض نسبة الانتاج النفطي بحدود 20 مليون برميل، كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيض الانتاج، وكذلك أيضا أوبك بلس التي خفضت بحدود حوالي 8 مليون تقريبا برميل، لكن تضررت الدول الريعية كالعراق بالدرجة الأساسية وهو يعاني أصلا من أزمات مالية خطيرة واقتصاد هش غير واضح المعالم وحالة فوضوية أدت إلى كوارث كبيرة، مما دفع بالدولة إلى اتخاذ قرار لخفض قيمة الدينار العراقي من أجل تمرير وحل مشكلة الحكومة. ولكن من تحمل هذه المشاكل؟ تحملها الفرد العراقي، وما زال لغاية الآن يعاني من هدر لأكثر من 20 إلى 25% من دخله الشهري، وهذا شكل إنه عائق كبير جدا في زيادة الفقر وكذلك أيضا زيادة البطالة. ولذلك العراق يدخل من أزمة إلى أزمة بحلول ترقيعية غير واضحة المعالم ومنها التلوث. شكرا جزيلا لك الخبير والباحث الاقتصادي دكتور صباح علو، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.